في السافانا الأفريقية من المهم وجود استراتيجية جيدة للبقاء ولغباء العيش في قطيع يقلل من خطر الوقوع بين المفترسين. وصغرها ذات الأربعة أشهر ضعيفة بشكل خاص، فالبقاء بالقرب من أمهاتها هو أفضل وسيلة لضمان سلامتها، وخاصة عندما يأتي الخطر من أي مكان. يعد الثعبان الأفريقي أكبر أفاعي المنطقة بطولا يبلغ 5 أمتار، ويمكنه الإمساك بفريسة أثقل منه وزنا. هذا الثعبان ليس ساما، ولكنه فتاك بالتأكيد. ضربة سريعة كالبرق والتفاف محكم من قبل الثعبان يودي بحياة هذا الظبي، لكنه عرضة للخطر الآن. لفت الضجيج انتباه مفترس آخر، تفضل الضباع المرققة أن يقوم غيرها بصيد فريستها، ولكن عليها توخي الحذر. أسنانه الحادة والملتفة للخلف تمكن الثعبان من اللدغ بقوة، ولكنه لا يضاهي فكي الضبع القويين بشكل استثنائي. بسبب تشبثه يصبح الثعبان عرضة لخطر أن يفترس أيضا. وأخيرا يتردد الثعبان وينسحب، لا يمكنه الفوز في هذا النزال. وسيتوجب عليه الصيد في مكان آخر. الضباع المرققة خبيرة في السرقة في وضح النهار، لكن آخرين يخرجون للبحث عن الطعام في الظلام. آكل النمل المراوغ هو حفار السافانا الأفريقي الأفضل على الإطلاق. مخالبه الشبيهة بالمجرفة تمزق تلال النمل الأبيض الصخرية، وباستعمال لسانه الذي يبلغ طوله 30 سنتيمترا قد يمسك ما يقارب 5000 حشرة في الليلة. أعضاء خصمه الحسية تستشعر أقل حركة تحت الأرض. إن جلد آكل النمل الكثيف يجعله منيعاً للسعات الحشرات الانتقامية اللاذعة. وقد يجول حتى 30 كيلومتراً في الليلة، مداهماً حوالي 200 عش للنمل الأبيض. في النهار يحتمي في جحور تحت الأرض.
وعندما ينتقل تسكن حيوانات أخرى في جحره مثل هذه الضباع البنية. وإن استفادتها من جحور آكل النمل لا يعني أنها حلفاء. وكالضباع المرققة فإن الضباع البنية انتهازية. واليوم هروب في الوقت المثالي ينقذ حياة آكل النمل. والآن وقع الضبع في مشكلة أخرى. لحماية صغارها تقوم الأيائل بالهجوم على الضبع الوحيد. يعلم أنه لا يمكنه مواجهة القطيع. في الصباح الباكر تعج السافانا الإفريقية بالنشاط. هذا السرل يبدأ يومه بالصيد. تلتقط أذناه اللتان تدوران 180 درجة أضعف حركة في الأرجاء. لديه أطول أرجل بين القطط الصغيرة، لذا فهو متكيف تماما للصيد في الأعشاب الطويلة. تخصصه صيد القوارض، والقفز هو حركته الخاصة. تبلغ نسبة نجاح صيد السيرفل 50%، وهي الأعلى في سلالة القطط. ولكن في العراء هو عرضة للمفترسين الأكبر منه حجما. التقطت أنثى فهد رائحة السيرفل. وزن هذه الأنثى أثقل بأربع مرات تقريبا. وستقتل أي شيء تراه كمنافس لها، وبخاصة إن كانت أكبر منها. يعلم السيرفل أن الخطر قادم، لكنه يواجه الصياد الماكر. وقد لا يحدد مكان الفهد بالضبط إلا بعد فوات الأوان. بمجرد أن يطبق الفهد فكيه فإن كل جهود الهرب ستذهب سدى. عضة دقيقة في الرقبة تقطع الحبل الشوكي، يفارق الحياة بسرعة. في السافانا الأفريقية لا توجد مودة بين الحيوانات المفترسة. يجب على كل منها محاولة البقاء. ولكي تتمكن من التفوق على منافسيها فيجب أن تعتمد على غريزتها، وغالباً تتوارث المهارات عبر الأجيال. ف
تربي وتدرب هذه اللبؤات جيشا صغيرا من الحيوانات المفترسة. تبلغ قوة عضتها 4000 نيوتن، لذا يمكنها خنق فريستها ل13 دقيقة. كل صيد يعد درسا مهما للأشبال المراقبين. صيدها هذا سيطعم عائلتها بأكملها. ولكنه أيضا يجذب انتباه الانتهازيين. لقلة عددها تبقى الضباع بعيدة في الوقت الحالي. تولد الأشبال بغرائز فتاكة، ولكن لتصبح مفترسة تحتاج للتدريب. عندما يبلغون 11 شهرا سيشاركون في الصيد، ولكن الآن لا يزالون بالكاد قادرين على الجري. إنه القط الاجتماعي الوحيد. الروابط العائلية القوية هي حجر الأساس في حياة الأسود. قد تستمر الصداقة بين الإناث مدى الحياة. ولهؤلاء الأخوات فإن حماية صيدهن وأشبالهن هو أمر لا يتوقف أبداً. وبدون وجود ذكر أسد بالغ تستمر الضباع في المحاولة. ربما ستستمر إلى أن تقتل. السلامة خير من الندم، وقد تكون المشاجرة مميتة للطرفين. وحتى بالنسبة لأكبر قط في القارة لا يمكن ضمان أي نصر على الإطلاق. ومع التهديدات المستمرة لبقائها تظل رحلة الصغار إلى مرحلة البلوغ غير مؤكدة. ولكن اليوم أصبح اللعب أكثر أهمية من القتال على الطعام. إن الحياة في السافانا الأفريقية محتومة بالتغيير المستمر، وهي دورة مستمرة من الموت والتجدد. كل يوم هو اختبار لقدرة الحيوانات على التكيف، لأنها تتعامل مع منافسين وأنواع فرائس تكافئها في الصمود. لتنجو يجب على المخلوقات تطوير قوتها ومهارتها وقدرتها على التحمل للبقاء في القمة جيلا بعد جيل. وللحيوانات الأكثر فتكا يعني